سيادتك الطرق كانت اربع مراحل. المرحله الاولى شملت على تنفيذ الطرق الداخليه للمتحف والطرق المحيطه الخارجيه به، ودي سيادتك نسبه تنفيذها 95%. المرحله الثانيه وكان انشاء محور المنصوريه من تقاطع الهرم حتى الطريق الدائري، شمل على اثنين عمل صناعي، كوبري اعلى الهرم وكوبري اعلى فيصل، وده سيادتك نسبه تنفيذه 100%. المرحله الثالثه تطوير طريق الفيوم من طريق الدائري الاوسطي حتى ميدان الرمايه، وده سيادتك نسبه تنفيذه 100%. المرحله الرابعه هو المسار اللي سيادتك بتشرفنا فيه النهارده، ده سيادتك باستكمال الطريق الدائري من تقاطع المنصوريه حتى تقاطع الفيوم بطول 6 كيلو، عليه اثنين عمل صناعي، تقاطع الفيوم نسبه تنفيذه 100%، وتقاطع المنصوريه جاري انهائه نسبه تنفيذه الحاليه 98%. المسار ده سيادتك كده هيربط القوس الجنوبي والقوس الشمالي للطريق الدائري، وبكده يكون الطريق الدائري مكتمل بنسبه 100%. الطريق الدائري الحالي سيادتك اربعه حرم مريه لكل اتجاه، وهيئه الطرق بتقوم بتطويره بانشاء طريق داعم ليكون ست حرم مريه لكل اتجاه. احنا اخذنا الكلام ده في الاعتبار. اتفضل. وانا جاي شفت اللوب اللي انتوا عاملينه، فلقيت انتوا عاملينه حارتين بس، ونادينا توجيه قبل كده ان احنا ما نعملش لوب ابدا اقل من ثلاثه. ده توجيه عام. تمام. اللوب يبقى كام؟ ثلاثة مش اثنين. ليه؟ اولا هو بياخد جهد كبير قوي لانه جاي من بينزل ناس او بيطلع ناس بالعربيات بتاعتها، ثم بقى طبعا الجهد اللي بنبذل فيه كطريق يعني. فانا بدل ما اعمله وبعدين يبقى تكدس ويعمل لي مشكله وحوادث، طب انا خليه ثلاثه او اكتر. قول لي بقى هتعمله هنا ايه؟ هنا سيادتك اخذنا في الاعتبار الموضوع ده وعملنا الطريق الوسط 6 كيلو دي ست حرم مرور لكل اتجاه، بحيث ما هي الطرق تكمل ان شاء الله يبقى الطريق الداعم في الجزء ده خلصان. احنا هنا سيادتك المنطقه هنا نتيجه قربه من المنطقه الاثريه ويعتبر جنوب المنطقه الاثريه، تم التنسيق مع وزاره السياحه والاثار على انشاء ست نقطه مشاهده على جانبي الطريق لخدمه الحركه السياحيه المتوقعه بعد تشغيل الطريق.